عند الكفار أكرمكم الله بأن يبون الواحد منهم قائما أمام الملأ، وكذلك يسمح له أكرمكم الله بالبول حتى في الشارع، لكن بشرط أن يتوجه إلى الجدار وبعدها يصنع ما يشاء، وعندما ينتهي لا يتطهر، لا يستعمل الماء ولا المناديل نجاسة، نسأل الله العافية والسلامة وعدم استتار عند قضاء الحاج. هذا هو التقدم عند الكفار.